وديك 40 سنة ساكن هنا وساري عندك السيد اللي عنده الشرينة مات الله يرحمه. القوانين ديالنا بالبلان بالرخاص بيرمي لا فيدي ديال الضوء ورقة ديال الماء وساكنين الكارت الانجليزي مصاوب ودوزنا حياتنا كلشي هنا وولادنا وولاد ولادهم. ولادنا كنخسر على المحامي معاه هو في الدعوة. الوقت اللي مشينا كيأجل الدعوة أجل أجل وغير وحنا غلبتنا غير العيشة ديالنا كنخسروا معاه الفلوس باش يدي لنا الدار. قال لك جاب يدعينا ما نعرفوش والله ما كنعرفو حتى بوجهو حتى نلقاه درك والله ما نعرفو وداعينا. وهذا الشيء راه ما شي حق فيروس هذا فيروس دخل لينا. هذه اتفاقيه ديال الشراكه كاينه ما بين الجامعه القرويه وما بين شركه العمران على اساس باش الناس ديال المركز ديال سيدي بي اللي كتهمهم هذه الاتفاقيه يحصلوا على السوق العقاري ديالهم وباش الناس اللي مازال ما بناو باش يتمكنوا باش يبنيو ويحصلوا على البلانات ديالهم والرخص ديالهم باش يبنيو. هاد الارض هذه باش نلقاو ليها الحل دارت واحد الاتفاقيه كما قلت لك ما بين الجامعه القرويه والشركه ديال العمران اللي خداو هاد العقار شراو هاد العقار من عند المجلس النيابي من عند الجامعه السلاليه على اساس تسوى الوضعيه للناس اللي ساكن فيه. اذا هاد الارض هذه هي الان في ملكيه العمران في ملكيه شركه العمران على اساس هي بدورها ملي تصاوب التصاميم دي التسويه العقاريه جميع الناس اللي ساكنين في هذا 91 قطار ومن ضمنهم هذا الحي هذا. لهذا هذا الراجل اللي كيدي هذا الناس ليس على حق لان الارض ما بقاتش ديالو. حنا هنا كيعرفوا بما يسمى باراضي الجموع. اراضي الجموع كاين الوصايه ديال عند المجلس النيابي وعند عند الوصايه. هذه الوصايه يعني باعت هذه الارض لشركه العمران على اساس تسوي الوضعيه للناس اللي ساكنين فيها. اذا هذا السيد اللي كيدير هذا الافراغ للمواطنين راه ما عنده حق. حنا راه دلينا بالوثائق اللي عندنا للمحكمه على اساس تنظر فيها وتعرف بان هذه الارض راه هي حاليا لشركه العمران على اساس هي تسوي الوضعيه للناس اللي ساكنين. والسيد العامل مع المواطنين وحنا درنا اجتماعات متواليه وخبرنا السيد العامل اللي استدعى الجماعه واستدعى المحامون واستدعى القسم ديال الهضره اللي حضرت من القسم ديال الهضره اللي كاين في العماله يعني جميع الناس اللي عندهم علاقه بهذه المشكله واستدعى العمران. يعني عندنا ثقه كبيره في العداله المغربيه ونطلبوا منها باش تنظر في الحل ديال هاد المواطنين اللي هما ناس ساكنين وبوليداتهم وواحد العدد كاين اللي عنده 20 عام كاين اللي عنده 15 عام كاين اللي عنده 10 سنين. هذا الشيء خلق واحد المشكل للناس خلق مشكل للعائلات. الناس خايفين الناس العيال في الديور خايفين الدراري كيقراو خايفين الاباء خايفين ما عارفين واش يخرجوا واش يدخلوا امتى غيجيه الافراغ امتى غادي كذا. الناس هذا الشيء خلق واحد المشكل كبير خلق واحد البلبله كبيره ما بين السكان. لهذا حنا راه كجماعه ياك انتي كمواطنين يعني ماشي غير الناس اللي ساكنين في سيدي بي يعني جميع الناس المواطنين ديال جماعه سيدي بي جميع المداشر حنا كنتعاطفوا مع هاد الناس هادو ونطلبوا من المحكمه على اساس يعني تاخذ بعين الاعتبار هاد بان العمران هما اصحاب الارض في انتظار التسويه للناس للسكان اللي كيتواجدوا على هاد الارض هذه. Thank you.